أعلن مسؤولون صينيون بداية الأسبوع الأول من مارس الجاري توقيف 3 سياح بسبب تخريبهم سور أحد أكثر المعالم التاريخية شعبية في البلاد وفرض غرامة مالية عليهم. وأشار مدير منطقة بادالينغ السياحية الخاصة في بيان إلى أن رجلين وامرأة أوقفوا الأحد الماضي بعدما كتبوا أسماءهم على الحائط بمفتاح وسلك وأدوات حادة أخرى. وتشكل بادالينغ الواقعة على بعد حوالي 70 كيلومترا من بكين أكثر الأقسام شعبية في الجدار لدى السياح، ولم يقدم البيان تفاصيل عن مبلغ الغرامة أو مدة توقيف السياح 3. وبموجب القانون الصيني لحماية الآثار الثقافية تبلغ غرامة النحت أو الخربشة على مبنى تاريخي أقل من 200 وان حوالي 31 دولار، لكن في حالة إلحاق أضرار جسيمة يمكن توقيف المرتكبين لمدة تصل إلى 10 أيام مع غرامة قدرها 500 يوان. وبدأ بناء السور العظيم في القرن الثالث قبل الميلاد لدرء غزوات المغول، وهو يمتد لأكثر من 21,000 كيلومتر. ويجتذب السور نحو 10 ملايين سائح سنويا، لكن التدفق الكبير للزائرين إضافة إلى عوامل الزمن والعوامل الجوية تركت مساحات شاسعة منه في حالة خراب. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتضرر فيها المعلم الأثري بسبب سوء تصرف السياح، فقد ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الحكومية أن كاميرات المراقبة وثقت قيام زائر بتشويه الموقع التاريخي بمفتاح مارس الماضي في اليوم الأول لإعادة فتح سور الصين العظيم أمام السياح بعد إغلاقه لمدة 2 شهر أثناء ذروة وباء جائحة. ووضعت حكومة بلدية بكين قائمة سوداء في أبريل من السنة الماضية وهددت بفضح السائحين الذين ألحقوا أضراراً بالجدار، ويمنع الزوار المدرجون في القائمة السوداء من زيارة الموقع مرة أخرى، لكن مدة المنع غير معروفة. سور الصين العظيم هو سور يمتد على الحدود الشمالية والشمالية الغربية للصين من تشينهو إنكتاو على خليج بحر بوهاي البحر الأصفر إلى الشرق من منطقة جوتاي في مقاطعة جانسو في الغرب. تم بناء السور إلى الجنوب وامتد من منطقة بكين إلى هاندن، وطول سور الصين العظيم هو 21,196,018 متر. وسور الصين العظيم هو أحد أهم مواقع التراث العالمي واختير واحدا من عجائب الدنيا 7 الجديدة في العالم في استطلاع للرأي الدولي عام 2007. أصبح سور الصين العظيم من أهم الأشياء التي لا بد من رؤيتها بالنسبة للزوار والسائحين على حد سواء، حيث يتوافد إليه الناس من جميع أنحاء العالم كل عام. ويعتبر سور الصين العظيم في العالم بتاريخه العريق وضخامة تحصيناته وعظمته وقوته،
ويعتبر سور الصين العظيم مشروعا دفاعيا عسكريا قديما بارزا ونادرا في التاريخ المعماري البشري. إنه رمز للأمة الصينية، ولم يظهر ذكاء أسلاف الصينيين فحسب، بل يجسد جهدا بذلوا فيه العرق والدماء. ويشتهر في العالم بتاريخه العريق وضخامة تحصيناته وعظمته وقوته. بدأ بناء سور الصين العظيم خلال عهد الربيع والخريف وعهد الممالك المتحاربة قبل أكثر من 2000 عام. إن سور الصين العظيم هو مشروع دفاعي متكامل يتكون من الحيطان الدفاعية وأبراج المراقبة والممرات الاستراتيجية وثكنات الجنود وأبراج الإنذار وغيرها من المنشآت الدفاعية. ويسيطر على هذا المشروع الدفاعي نظام قيادي عسكري متكامل يتكون من مستويات مختلفة. فلنأخذ سور الصين في أسرة مينغ الملكية كمثال. كان هذا السور الذي يبدأ من نهر يلو شرقا وينتهي عند ممر جياوان غوان غربا بلغ إجمالي طوله 7000 كيلومتر، ينقسم إلى 9 مناطق إدارية عسكرية، ولكل منطقة رئيس تنفيذي لإدارتها بصورة منفصلة ومسؤول عن إصلاح السور داخل المنطقة وترميمه، وهو مسؤول أيضا عن الشؤون الدفاعية في المنطقة أو مساعدة المناطق العسكرية المجاورة على شؤونها الدفاعية وفقا لأمر وزارة الدفاع الوطنية. وكان عدد الجنود المرابطين على خط السور في عهد أسرة مينغ الملكية حوالي 1,000,000 جندي. يمر سور الصين العظيم بتضاريس جغرافية مختلفة ومعقدة، حيث يعبر الجبال والأجرفة ويخترق الصحراء ويجتاز المروج ويقطع الأنهار. لذلك إن الهياكل المعمارية للسور مختلفة وغريبة أيضا، إذ بني السور في المناطق الصحراوية بمواد مكونة من الأحجار المحلية ونوع خاص من الصفصاف نظرا لشح الصخور والطوب. أما في مناطق الهضبة فقد بني بالتراب الأصفر شمال غربي الصين، فبني السور بالتراب المدكوك أو الطوب غير المحروق، لكنه متين وقوي لا يقل عن متانة السور المبني بالصخور والأجر. وبني السور في عهد أسرة مينغ الملكية غالبا من الطوب أو الصخور أو بخليط من الطوب والصخور معاً.